اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت لي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا استاذ حسام. اهلا وسهلا يا دكتور. ازيك يا سيدي، اخبارك ايه؟ على طول منور البرنامج. الله يخليك ويبارك فيك بالمعلومات الجميله اللي احنا بنستفاد منها في كل حلقه. هو طبعا ما احنا بقى مع بعض كمان يوم الاثنين الساعه 9، مش كده؟ 9 اللي هو البث المباشر. البث المباشر على الفيسبوك. فيسبوك. بس عارف بقى، انا فكرت في حاجه يا استاذ حسام. بالنسبه للبث المباشر هيبقى عندنا فرصه كويسه قوي ان احنا مثلا المريض يصور لنا اثناء البث، مش يبعت لنا تمام واحنا بنذيع، يبعت لنا صور التحاليل، يبعت لنا صور، حتى ممكن مثلا لو كان عنده حاجه معينه في جسمه عاوز يصورها لنا ويبعتها لنا. ممكن طبعا مش هنعرضها على الناس كده. اللي انا فهمته منك يا دكتور ان عايز الحاله تبقى كامله اثناء البث المباشر، سواء فيسبوك او على قناه الصحه والجمال. يا ريت. بس هو الصحه والجمال الوقت بيبقى ضيق، يعني احنا عندنا هنا مثلا بيبقى 50 دقيقه، وخبر حضرتك يا دوبك نقدر ناخد من 20 لان ما نقدرش نعتمد على ان يبعتوا على الواتساب في خارج ساعات البث المباشر. كويس او القناه. هو انا حضرتك ملك الناس خلال البرنامج والبث المباشر، غير كده ينسوني تماما. يعني فعلا بيجي لنا على الواتساب، وبيجي لنا على الماسنجر بتاع تمام، وبيجي لنا على مش الماسنجر كذا حاجه، وعلى حضرتك وتليفون حضرتك. التليفون ما بيوقفش. فاحنا بنقول ان احنا حضرتك مش متواجدين غير اثناء الحلقه واثناء البث المباشر. تمام. غير كده حضرتك تقريبا ينسونا. حتى اللي هيكتب حاجه يحطها بعد كده يتصل بينا اثناء البث المباشر. طبعا تمام. برضو في الفترتين دول احيانا بيسقط منا بعض المرضى. جميل. فهم برضو يستنوا الحلقه اللي بعد كده وان شاء الله يتصلوا بينا سواء هنا او هنا. طيب وبالتالي انا تابع. البركه فيك بقى. البركه فيك. دكتور محمد. طيب خلاص ناخد اول اتصال. الاستاذ امير من بني سويف. السلام عليكم. امنيه. استاذه امنيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور. اهلا يا امنيه. احنا بنستنى حضرتك كل اسبوع والله، يفرغ الصبر. يا ستي احنا تحت امركم، ربنا يبارك فيكي. اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا رب. بقول لحضرتك كنت هسال بس سؤال لماما. اتفضلي. ماما عندها 58 سنه وبتاخد علاج للضغط اسمه ايزابرايل، وبتاخد علاج للسكر اسمه جلوكوفاش 500. عظيم. وبتاخد للسيوله ايزاكارد 75. عظيم. هي بصراحه من قبل الكورونا ما راحتش كشفت ولا تبعت ولا حاجه، بس قبلها كانت بتروح لدكاتره يعني، فكانوا برضو بيخلوها تمشي على العلاج ده، بيقولوا لها خليكي زي ما انت. طيب. بس هي دلوقتي بتقول ان هي بتحس دايما بسخونه شويه بتطلع في جسمها ودايما ايدها سخنه. طيب ده بقى لها قد ايه الحاجات دي؟ هي ليها فتره كده يعني بتحس بيها، وكانت بتروح تكشف بقى، فكان الدكتور يقول لها لا خليكي زي ما انت. طيب حضرتك السكر الصايم واللي بعد الاكل مظبوطين؟ كانوا بيبقوا مظبوطين طول ما هي بتاخد العلاج. طب بعد اذنك انا عايز بس اعرف السكر الصايم كام وبعد الاكل كام؟ لو كان في حاجه قريبه ما كانش اتصل بيها الاسبوع الجاي. اتفضلي اقفلي وانا هقول. شكرا يا استاذه امنيه. هو دلوقتي احنا بنبقى محتاجين بس سكر صايم وبعد الاكل، يعني الناس اللي ناويين يكلمونا النهارده مثلا او على البث المباشر يوم الاثنين، فحضرتك يبقوا بس مجهزين سكر صايم وبعد الاكل بساعتين، حتى بلاش تراكمي غالي، وانا ما بيفرقش معايا قوي التراكم الحقيقه. وخبر يعني حضرتك الافضل يبقى ارخص قبل وبعديها بساعتين. لا، التراكم فيه عيوب كتير. فهي بالنسبه لها دلوقتي الاعراض اللي هي بتقول عليها دي ممكن يكون اضطراب في الدوره الدمويه بالنسبه لاماكن معينه، ودي بتحصل مع السكر. فهتجرب دواء اسمه ترنتال 400 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل، وكملنا الاسبوع الجاي لو بقى كويسه تدعي لنا، ما كانش يبقى الاسبوع الجاي تعمل الصايم وبعد الاكل بساعتين وعشان اظبط الدنيا. تمام يا دكتور. ناخد اتصال بعده. الاستاذه شيماء من بني سويف. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم استاذه شيماء. اتفضلي. ايوه يا دكتور، لو سمحت عايز اكلم الدكتور. اتفضلي يا استاذه شيماء، الدكتور معاكي. ايوه يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. عامله ايه؟ الحمد لله، امرك الحمد والشكر. انا يا دكتور كنت كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك في خنجه في ركبتي كده.
في ايه؟ ورجلي بينشف. خان او ريك بينشف. ايوه، وقلت لي حلل، اعمل لي تحليل سكر. جميل. عملت تحليل السكر ديت اللي هو العشوائي طلع 94. كم؟ 94. 94 العشوائي. والصايم طلع 71. 71 الصايم. ايوه. عملتيه في معمل ولا في البيت؟ لا عملته في الصيدليه، انا كنت عامله في معمل تحاليل طلع جالي ما عنديش. طيب، وعندك الخنقه وعندك نشفان الريق ما زال موجود؟ ايوه، ريجي بينشف على طول كده، ووجع في صدري كده في جنب قلبي كده. طيب، في حضرتك بول كتير ولا حاجه؟ عملت غدة درقية جالي. لا ما قلتش كده، ما قلتش كده، انا ما قلتش كده. في كميه بول كتير حضرتك بتتبولي، بتجيبي ميه كتير؟ لا 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 عادي يعني. سنك كام سنه؟ عندي 27. 27 سنة، وزنك قد إيه؟ لو وزني 50. 50 كيلو؟ آه. طيب فين وأنا هجاوب حضرتك؟ هي بتقول الخنقة، أنا شايف الأعراض دي ممكن تكون أعراض نفسية أكتر منها حاجة تانية. فممكن تاخد حاجة اسمها كالم بام، حباية قبل النوم يوميًا لمدة 15 يوم وتتصل بيا تاني. تمام، طيب. عشان ما اخش في فحوصات كتير. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. ام محمد من الشرقيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ست ام محمد. اتفضلي يا ام محمد. ايوه يا دكتور، بقول لحضرتك فين؟ انا بنتي عندها 4 سنين ماشيه في الخامس، ماشي؟ نعم. فهي وهي لسه مولوده كان عندها الغده. فجيت للدكتوره، رحت اعمل لها تحاليل، التحاليلات على طول كويسه كويسه، بقى لها 3 سنين كده التحاليل حلو. طيب. فجه الدكتور قال لي طب وقفي عنها العلاج لمده شهر. استني بس. استني. إيه؟ هي كانت بتاخد دواء اسمه الليتروكسين؟ انتروكسين 50. كانت بتاخد 25. ما علينا، كنت بتدوبيهم في شويه ميه وهي صغيره، وبعدين دلوقتي بتعرف تاخد الحبايه، صح؟ ايوه. طيب وقال لك وقفي الدواء ليه الاستاذ؟ ما هو بيقول لك الغده كويسه، يعني ما فيش فيها اي حاجه. انت كنت بتحللي بتوديها بتطلع كويسه مش كده؟ وقفت أي. وبعدين وقفت الدواء، ايه اللي حصل؟ بعد ما وقفته لها برضه من مده شهر، رحت حللت لها التحليل بتاعها 4.96. طب مش مهم، انت اديتيها ليه الالكتروكسين زمان؟ عشان كانت تي اس اتش عالي؟ ايوه، عشان لا نقص في الغده. هو انا ما انا بقول لا. نقص الغده ده بيبقى بنتيجه لتحليل معين اسمه تي اس اتش. ايوه. فاكره كان كام اول ما اتولدت؟ كان نقص حاجه مش فاكره بالظبط. شوفي يا بنتي، انت سنك كام سنه عشان اقول لك يا بنتي تطلعي بالاخر؟ المهم انا 27. يبقى صح كده. انا شايف ان انت تدي بنتك العلاج ده طول العمر، وحتى لو هو كان هي طبيعيه وبندي 50 مايكرو جرام كل يوم، مفيش اي مشكله فيه. الدكاترة الصغيرة لازم يتعلموا ويبقوا عارفين يشتغلوا صح. فين يا فندم هكمل لكم معاه؟ ماشي. يعني يا استاذ حسام، شكرا. نقص الغدة الدرقية اللي بيبقى بعد الولادة عادة بيكون نهائي وكامل وهيستمر. حتى لو وقفت، حتى لو استمر العلاج والغدة نشطت تاني، وده غير وارد وغير هيتحقق، نكمل على العلاج، مفيش أي خطورة. حضرتك أنا ممكن أديك 100 مايكرو جرام كل يوم وأنت زي القمر أهو. ولا يجرى حاجه، الحمد لله، وانا المسؤول، واخد بالك؟ ممكن اوزع التروكسين على الناس. ماشي. في الشارع كل واحد 50 مايكرو جرام حبايه، وانا من غير ما ابص لهم هديهم بظهري، مش هيحصل حاجه. حتى لو عنده قلب، حتى لو عنده هشاشه عظام، هذه الجرعه غير مؤثره. طيب لو انا وقفته بقى، والبنت كان عندها نقص، والافندي اللي وقفه هيجي لها عتا وتخلف عقلي وشعرها مش عارف ايه، والدوره ما تجيش وما تبلغش وتبقى كريم. يعني معاك فلوس يعني بعدين تابعي، ما معكيش يعني اعمل اللي انا بقول عليه. اخر نقولها دكتور خبره طبيب. لا هم الصغيرين ما بيعرفوش في الغدد الصماء. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذ محي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اسال الدكتور بس سعد حامد على؟ اتفضل اتفضل يا استاذ محي. الله يبارك فيك. انا بس انا زوجتي مريضه ارتجاع مريء. مع سيادتك اتفضل كمل. زوجتي مريضه ارتجاع مريء. ايوه. وبعدين هي عندها سكر برضو، والتراكمي عندها وصل ل 10.6. والصايم كام؟ والصايم كام وبعد الاكل بساعتين كام؟ هو كنا
قايسينه من يعني بعد الاكل كان 218، والصايم قبل الاكل كان حاجه 160، واللي طلع 10 في حاجه غلط في الاثنين. بعدين ابقى افسرها. وبعدين وبعدين لسانها دلوقتي في التهابات، في تقرحات، في ابيض اللسان مبيض، نعم تقرحات، وفي بياض عليه كده زي ما يكون عليه. ايوه بالظبط بالظبط يا فندم، زي لبن الزبادي الناشف. لا ده من فتره كده تعبان. انا بتكلم على اللسان. اللسان، اللسان هو فيه تقرحات كده، فيه تنميل، وفي حاجات بيضة عليه. ايوه يا فندم. طيب وبعدين دلوقتي دلوقتي تعبانه، وبعدين هي تعبانه حاليا من اتجاه المريء، وعامل لها لسانها تعبها زي ما كنت، التهابات جامده ومش مظبوطه. يعني هي بتقول قاعده طول النهار زهقانه وتعبانه ولسانها طيب تعبها. خلاص خلاص، اللي انت بتقوله ده ما يخصنيش. وزنها اخر ست شهور زاد ولا قل؟ اللي هو وزنها؟ لا 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 لا. يعني ايه لا 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 لا؟ لا ما زادش، يعني هو وزنها 85 كيلو. لا زاد ولا قل؟ لا لا. جميل. هي إيه سنها كم سنه؟ سن 63 سنه. وزنها كم كيلو؟ 85. الله يبارك فيك. طيب يا فندم، بتاخد علاج ايه؟ اخر سؤال عشان بس ندي فرصه للناس. علاج اللي بتاخده. طب خلاص. طيب. ماشي. شكرا يا استاذ. احنا بس عايزين نقول للناس يبقوا مجهزين نفسهم. واخد بالك عشان يدوا فرصه لغيرهم. أكيد. انا بفهم بسرعه قوي 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 غير ما تتوقعوا. اكيد يا دكتور. فلو انت اتكلمت 100 كلمه في الثانيه وتلاقي انا عايزه، هتتشخص بامر الله وتتعالج خلال 50 ثانيه. بنجاح يتجاوز ال 90% بامر الله. فانت تقول كلمه واحده تخليك معايا، الكلمه اللي هتقولها بتلزق ما بتروحش بالنسبه له. تمام. احنا السكر فيه، معلش انا عارف معاك ناس. لا 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 براحتك يا دكتور. معلش عشان الفصر دي. كان معايا اتصال وفصل. دلوقتي حضرتك الصايم مثلا بيقول 100 مش عارفه كام، والفاطر 200 وكام، والتراكمي 10. المشي الدنيا مش ماشيه، في غلط هنا. يا اما هي خدت الصايم وبعد الاكل بساعتين في اوقات هي ما كانتش واكله كويس، كانت مقلله الاكل او عامله مجهود، او التراكمي طالع غلط. بس انا امشي ان التراكمي هو فيه غلطه شويه لان الوزن ما نزلش او ما طلعش. الالتهابات اللي في بقها وارتجاع المريء هتاخد حاجه اسمها مايكوستاتين، عشان بنقي حاجات رخيصه يعني. ده ممتاز. مايكوستاتين قطره، بنرج الازازه وناخد ملء قطاره بعد الاكل 3 مرات وقبل النوم، وما تحط القطاره في بقها، تحتفظ بيها في الفم مش تبلعه. واخد بال حضرتك؟ ده ان شاء الله هيخفف القرحه دي اللي هي طالعه. نمره 2، هتاخد دواء اسمه بريمبران برضو رخيص، 10 ملي جرام حبه قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات. ما تاكلش قبل بعد صلاه المغرب، وتنام حضرتك ترفع السرير شويه، تحاول حضرتك تبعد عن المسبك والحادق والمياه الغازيه وما الى ذلك، تلبس هدوم واسعه قبل ما تنام. تمام. على اساس ارتجاع المريء ونشوف له الوضع ده ايه اسبوعين وتكلمني تاني. الف سلامه. استاذ حمدي ويتنج. استاذ حمدي السلام عليكم. سلام الله وبركاته. يا مرحبا. انا فرحان ان انا اتصلت بسعادتك. ربنا يخليك. والله يا دكتور، انا دلوقتي السكر حللته صايم طلع 125 صايم. نعم. بعد الاكل بساعتين طلع 360. وباخد ماكرون 60 اللي هو ممتد المفعول، وباخد سيتوفاج 1000 مرتين. باخد سيتوفاج 1000 مره واحده بعد العشاء. طيب سيادتك، وباخد ماكرو، وباخد ماكرو 60 ممتد المفعول. طيب الوزن الصايم اتفضل اتفضل. الصايم طلع 125. ما خلاص دخل 300. الفطر 365 360. ما هو 365 زي 400 زي 300 بس. سيادتك اخر 6 شهور وزنك زاد ولا قل ولا ثابت؟ زي ما هو. طب كويس. 75 كيلو. وطول سيادتك قد ايه؟ 160 سنتي. طب اتفضل اقفل وانا هجاوب سيادتك. شكرا استاذ حمدي شكرا. هو السكر اللي بعد الاكل بساعتين الصايم ده العالي ده، احنا ممكن ندي دواء هنزود عليه دواء، ولكن انا اخشى ان بعد فتره نحتاج انسولين، فخلينا نكون يعني من جديد. الدايماكرون هنخليه زي ما هو دلوقتي، هنشيل الجلوكوفاج
وهنزود دواء اسمه فيلدا جلوز بلس. فيلدا جلوز بلس هناخد حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء، ربما يزود لك بعد اسبوعين او ثلاثه يقلل لك اللي بعد الاكل بساعتين. طبعا انصحك وانصح كل مرضى السكر بالمشي من نص ساعه لساعه يوميا، ولو مشي طبيعي عادي. الف سلامه على سيادتك. احنا معانا اتصال تاني. بس في احتمال ان احنا نحتاج انسولين، يعني انا بس بقول له هنجرب شهرين، لو كده هناخد انسولين. تمام. نعم. ام عادل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. مش عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي يا ام عادل. يا دكتور محمد. نعم. بص يا دكتور، انا عندي بنتي. دكتور محمد معاكي والله، اتفضلي. طيب انا عندي بنتي من سنتين ونص يا دكتور، كان عندها ست شهور وكانت مولوده كويسه وكل حاجه، وكانت بدأت تزحف وهي عندها ست شهور. ماشي يا دكتور؟ لا اختصري، احنا كده مش هنخلص. ما هي المهم جالها دور سخونيه وبعد كده رحت بيها الرعايه. الو سابوها شويه يا دكتور، فرحت هناك. طبعا كنا في رمضان وكده، فخلوني على جنب شويه استني في الميعاد بتاعي مش عارف ايه كده. كان المهم البت بقى ايه، تعبت خالص مني من السخونيه وكده، وبقيت اغسل لها وشها، البت مضيعه خالص. فالمهم راحت قعدوها في العنايه المركزه 21 يوم. ليه؟ كان التهاب سحائي ولا كان ايه اللي عندها؟ سخونيه يا دكتور بس. درجه الوعي ساعتها كانت كويسه؟ البت كانت لا كانت مضيعه، يعني عامله خالص من مش حاسه بحاجه خالص. بصي ارجوكي ردي بكلمه واحده، كانت فايقه ولا مش فايقه؟ لا ما كانتش فايقه. جميل، لسه هكمل. يعني كانت سنتين ونص، كانت عندها ست شهور في الوقت ده صح؟ ايوه يا دكتور. ولا كان عندها سنتين ونص؟ لا عندها ست شهور بالظبط. جميل، قعدت اسبوع ثلاث اسابيع في غيبوبه او شكل غيبوبه صح؟ لا ما قعدتش في غيبوبه ولا حاجه، بس كانوا متابعينها بالعلاجات يا دكتور. سؤال ما جاوبتش عليه، يعني كانت فايقه بعد يوم؟ ايوه يا دكتور ايوه كانت فايقه. فايقه وبقت 100% بعد يوم، مش مظبوط؟ كانت فايقه وكويسه بعد ما ادوها المحاليل والحاجات دي. امال قعدت في الرعايه ليه 21 يوم؟ وهم مش عارفه يا رب مش عارفه، هم سابوها في العنايه، قالوا هنسيبها شويه في العنايه. انسيبها دي، لا هو طبعا حطينا في العنايه ليه، محتاجه عنايه، يعني عنايه مكثفه. احتاجت علاج وده هو ودم غان وابر وحاجات، وابوها اللي كان مفتحها. شخصوها ايه وقتها؟ شخصوها ايه وقتها؟ شخصوها دكتور، قالوا لك احنا مش عارفين البت عندها ايه؟ قالوا لي مش عارفين البت عندها ايه؟ الحراره فضلت 21 يوم؟ قعدت 21 يوم بالظبط في العنايه، وبعد كده طلعوها لنا. انا ما قلتش كده، انت بتجابه في حته تانيه خالص. الحراره فضلت 21 يوم؟ وطلعت يا دكتور، طلعت بعد 21 يوم. الحراره فضلت 21 يوم؟ لا الحراره ما قعدتش 21 يوم، الحراره قعدت كام يوم؟ مش عارفين يا دكتور. لا انت عارفه يعني، بس هي البت كانت البت ما فيش حاجه، هي كل بس يعني عايزه بس اعرف حاجه واحده من حضرتك لو تعملها معانا والنبي. اتفضلي. حته فينا سواد. حته رجليها بس، هي هم يوم ما دوغنا بعد 21 يوم قالوا لنا البت كده البت ما فيهاش اي حاجه. ايه اللي بتشتكي منه دلوقتي يا مدام؟ ايه اللي بتشتكي منه دلوقتي؟ البنت بنتك ايه اللي بتشتكي منه عشان كده اتصلتي؟ رجليها يا دكتور. مالها؟ ما بتقفش عليها. وهي سنها دلوقتي 3 سنين. وهي دلوقتي بدأ في الثالث. هي عندها 3 سنين بالظبط يا دكتور دلوقتي. طيب ما انا عارف، قلت 6 شهور عشان تعرف ان انا صاحي. من سنتين ونص كان عندها 6 شهور، انت صاحي معايا؟ سنتين ونص 6 شهور، يعني حوالي 3 سنين. ما احنا قلنا 3 سنين، قالك بتبدأ في 3 سنين. ايوه يا دكتور 3 سنين بالظبط. خلاص الله يخليكي. عاوزك طيب تجاوبي بكلمه واحده. ما بتقف ولا ما بتقفش؟ بتقف يا دكتور. بس خلاص يا انا لله وانا اليه راجعون. بتقف.
بتمشي ولا ما بتمشيش؟ لا ما بتمشيش يا دكتور، بتقوم خط، بتقوم تقف وتقع تاني. طيب طولها قد ايه؟ هي الجسم بتاعها وهيئه البيت كويسه، ما فيهاش اي حاجه. يعني طولها كويس؟ وسريعه. بتتكلمي كتير. يعني طولها كويس للي قدها، للي في سنها. ايوه يا دكتور. المفروض 4 سنين او 3 سنين يبقى طولها 90 سنتي. تقيسيها لي. تقيسيها لي. وبعدين حضرتك احنا عايزين نشوف ده ممكن يكون. طب اقفله هكلمك. شكرا شكرا يا ام عادل. طبعا هي حاله طويله. معانا الاستاذ عبد الرحمن. حاضر. هي حاله طويله قوي. ليه هي ما بتمشيش؟ هل ده امراض عصبيه؟ تمام. له علاقه بالموضوع اللي كان عندها القديم؟ ام ان هو مرض غدد صماء وميتابوليزم وعظام وما الى ذلك عشان هي ما بتمشيش، او في امراض عامه والكلام ده؟ هي يعني عايزه بحث كتير قوي الحاله دي، عايزه فحص. فهي يعني ممكن تتواصل معانا على البث المباشر وتبعت لنا التحاليل، وتبقى عندنا ساعه شويه اكتر من كده. لازم تتواصل معانا على البث المباشر يا ست الكل. ده انت صح؟ تمام. حالتك عايزه نص ساعه. ده لام عادل وكل الساده المشاهدين، الرجاء لو الحاله بتاخد وقت او تستغرق وقت طويل، التواصل مع السيد الدكتور محمد سعد حامد على البث المباشر على صفحه الفيسبوك، ويا ريت المعدين او الكنترول يدونا عرض بعد الاتصال ده ينزل الاعلان. الاعلان الفيديو. طيب معانا. عملت لهم الفيديو؟ في الفيديو. طيب. بينزل. خلاص اتفضلوا بعد الاتصال ده. الاستاذ عبد الرحمن من الشرقيه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. حضرتك انا عندي سكر. عندي سكر؟ نعم. وسني 55 سنه. الو. اتفضل والله معاك. سني 55 سنه وباخد علاج السكر بقالي 8 سنوات السنه دي. ادم اسمعني يا استاذ عبد الله. عبد الرحمن يا استاذ عبد الرحمن، طول ما انا ساكت يبقى بسمع سيادتك. ماشي. فباخد علاج ديماكرون 60، واخد بال حضرتك؟ نعم. بشعر دايما ان عندي وجع في رجليا من تحت دايما. حرقان. حرقان شديد في رجليا ومش بقدر اقوم. لا. حضرتك انا مدرس، يعني بعاني من الـ من الـ من الـ من القصه دي. طيب. ثانيا يعني دايما بخش الحمام كتير، يعني عندي صعوبه في التبول، يعني في البول يعني شويه، وعندي في حاله ثقل كده ناحيه الكبد شويه كده، بحس بحاجه ثقيله كده شويه بالنسبه لي. في بطنك الناحيه اليمين؟ في الناحيه اليمين في حاله ثقيله كده، لو كلت اي حاجه مثلا فيها دهون ولا حاجه، يعني فيها اي حاجه فبحس بالثقل كده في الناحيه دي. طيب الوزن اخر 6 شهور زاد ولا قل؟ لا وزني ثابت 60 70 كيلو بالظبط، كان قبل كده اكتر. 70 78. الثمانية كيلو دول نزلوا امتى؟ نزلوا خلال سنة. خلال عام يعني. السكر الصايم كام وبعد الاكل بساعتين كام؟ الصايم 220 واللي بعد الاكل بساعتين 280. وانت مبسوط كده سيادتك؟ مبسوط انت سيادتك؟ عاليين جدا طبعا. طب بتاخد اخر حاجه وبتقفل عشان ما تعبكش، بتاخد علاج ايه سيادتك؟ باخد ديماكرون 60 بس. طيب الف سلامه. عاوز حاجه للسكر، وعاوز حاجه لناحيه الكبد ديت، اي حاجه من. طيب الف سلامه. الف سلامه عشان ما ازعلش منك وانت راجل مدرس. الناس بيعاملونا ان احنا بتوع اعشاب، ده بيزعلني جدا جدا جدا. ايه عايز حاجه دي؟ ما نجيب لك كمان حاجه للفطار، واخبارها يعني نشوف الحاجه يلبسها. احنا بنشخص، احنا مش بتوع اعشاب، احنا مش بتوع رؤية، احنا مش بتوع اسهال، احنا مش بتوع وجع في الجنب، احنا بنشخص المرض. شخصت اديت علاج، ما شخصتش مش هديك علاج. لازم تكون فاهم كده كويس. بالنسبة نبدأ بجنبك اليمين، تعمل اشعة تلفزيونية 90% دي المرارة، واحيانا بتبقى المرارة في مرضى السكر فيها حصوات او ما فيهاش حصوات. انت عندك اتصال؟ الاستاذ ايهاب ضياء. طب خليك معايا يا عم ايهاب، ربنا يبارك فيك. ليه المراره بتبوظ في مرضى السكر؟ يا اما حصوات والتهابات، عشان السكر بيزود التهابات في اي حته في الجسم ومنها المراره، يا اما اليه تفريغ العصاره الصفراء من المراره للامعاء بتبوظ نتيجه اختلال في وظائف المراره ناتج عن اصابه الاعصاب الطرفيه.
الاعصاب اللي بتغذي المراره بتبوظ، الاسلاك بتبوظ، فالكهرباء تروح للمراره غلط، فتيجي تفرغ ما تفرغش، تمسك تقفش. ولازمك بقى، هو زكي قال حاجه حلوه، قال عف مع الوجبات الدهنيه، لان الدهن اللي بيخلي المراره تفضي الافراز بتاعها عشان تهضم الدهن. يبقى دلوقتي هتعمل لي سونار، هتقول لي ده حاجه لجنبي، بكره جدا الموضوع ده، اللي يكلمني كده ما اتصلش، لان بحس ان انا ابو هو عايز يخف على طول. لا لا مش كده، هم متعودين يكلموا الاعشاب. يقول لك اديني حاجه لراسي، اديني حاجه لرجلي، اديني حاجه لجلدي. انا متهيألي كده المشاهدين فهم ويقين يعني، ولا ابدا والله حريص. ده احنا عاملين نتكلم من زمان، لسه ما خلصتوش. صح، لسه خلصتوش. هو بياخد ده ماكرون سيادتك وسكره متنايل البنين العالي ده 200، وبقول لك ومبسوط. سكر سيادتك بايظ ووزنك يعتبر مش عالي، وبالتالي الجلوكوفاج مش يعني كنت نفسي اضيفهولك، فهناخد حاجه كده اسمها فيلدا جلوس، دي حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء لمده 21 يوم الى جانب الديماكرون. كده ظبطنا السكر، يبقى رضا قوي. نيجي حضرتك على الحرقان بتاع رجليك وايديك، مش هيتحسن قبل ما السكر يبقى طبيعي. طب هنفضل نايمين كده؟ ادي احنا نحاول بحاجه رخيصه، تاخد تجريتول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم لحد 21 يوم. بعد 21 يوم تكون عملت اشعه جنبك اليمين اللي هي البطن، اشعه تلفزيونيه، تكون حللت لي سكر صايم تاني بعد 21 يوم بعد الاكل بساعتين، ونقيم الموقف وربنا يجازيك ويجازيك خير. لان انا زعلان منه لانه راجل مدرس. ما اكيد يعني بقى كده ده بيعلم الاجيال، اكيد كده عرف، وان شاء الله يجي المره الجايه بمعلومات اقوى ويكون فاهم الموضوع. ومفيش حد يتصل بيا يقول لي ده جنبي بيوجعني ورجلي بتوجعني وايدي بتوجعني. لازم يكون جايب تحاليل وتقارير. لا 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 لا، انا هشخصه، انا هسال اسئلتي. مش اديني حاجه للسكر، اديني حاجه للسكر. ايه احنا بياعين بتقول معايا جاتوه محل حلويات. طيب معانا من الشرقيه الاستاذ ايهاب ضياء. السلام عليكم. بعدنا عنه استاذ ايهاب ضياء معايا. طيب ناخد اللي بعده. ام محمد من الاقصر، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا، السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، اهلا بيكي. اهلا بيك، الله يخليك. انا من بدري صراحه عاوز اكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي يا ام محمد. انا بص دكتور، انا ولا كانش عندي الضغط الاول، اول مره اتكلم اصلي على التلفزيون. ده انت منوره الشاشه كلها ما شاء الله. يخليك والله يبارك لك يا رب ويعليك دايما يا دكتور. يا رب بارك الله فيك. بص انا كنت كل ما اقيس الضغط الاقيه واطي الاقيه مظبوط. جيت في مره رحت لقيت كنت متوتره شويه ولقيت قلبي بقى يتنفض يتنفض يتنفض. وبعد كده رحت قست الضغط لقيته عالي زياده عن اللزوم. كام مره لقيته 169 على 95. طيب سن ستك قد ايه؟ انا 48 سنه. 48؟ اه. طيب بس يا دكتور دلوقتي من ساعتها دلوقتي انا بص عندي فقره رابعه والخامسه وعندي دواني في رجليا حاليا دوب بشتكي. اول حاجه الدوران بيجيني العظم اللي جايني في العظم كله، مره اختناق في الوتر ده اخدت حقن، واخدت واختناق في ده اخدت حقن، اخدت ثلاث حقنات كورتيزون. خدت كورتيزون ثلاث مرات، كل ما لا مؤاخذه في رجلي اخدتها مره هنا واخدتها مره هنا وصوابع يدي دوك حاليا صباعي انا في يدي انا وباجي اعجن ما ادريش. ما هو الكورتيزون ده ممكن يكون على لك الضغط يا ست كل. دلوقتي الدكتور دلوقتي حاليا بيقول لي لا تاخديها ثاني، انا في مطرح ايدي اليمين اجي امشي اجي اعجن ولا اجي اتحرك مش قادر احرك ايدي. ما هو حضرتك دلوقتي انت ما بتقومي من النوم الصبح ايديك بتبقى مكلبشه ما بتتحركش بسهوله. يا دكتور. طيب. وبلاقي في ترسيب، انا عملت تحليل سرعه الترسيب عاليه زياده عن اللزوم. احنا خايفين دلوقتي يكون عندك امراض روماتيزميه والدكتور بالعلاج اللي بيديهولك ده علاج مؤقت وقد يضرك في المستقبل. انت عملت دكتور انا حللت. اتفضلي. حللت روماتيد، قال لي ما عندكش روماتيد بس قال لي عندك نسمه روماتيزم. طيب سرعة الترسيب وفي حاجة اسمها السي ار بي والكلام ده، تقدري تتصلي بينا يوم الاثنين على البث المباشر افضل عشان نقدر نتكلم اكتر من كده؟ احنا محتاجين تلت ساعة نتكلم مع سيادتك. ماشي دكتور. يعني طيب دلوقتي بالنسبة للضغط اسمعني بس، اخطر حاجة عندك هي الضغط دلوقتي. الضغط انا حضرتك باخد اسبوتين ريتاد نص قرص 280. شاطرة وجاب نتيجة كويسة الحمد لله. بلاقيه
طيب هينزل هو بالاعلان بتاع ده وحضرتك تتابع على البث المباشر ان شاء الله. معلش خلي التليفون والمخرج ينزل لنا الاعلان عشان الناس بس احنا عمالين نتكلم وبينزله احنا مشغلين. على طول بينزله. طب كويس كويس حتى لو ينزله من غير صوت يعني ممكن ينزل الاعلان من غير صوت والصوت احنا شغال والله. طيب. الاعلان شغال على طول الفيديو يعني. طيب خلاص ماشي يا فندم. بارك الله فيكم. طيب ده تنويه لام محمد وكل الساده المشاهدين، يا ريت المتابعه ده حاجه مخصوصه للساده المشاهدين. تفضل. الفكره ايه؟ الدكاتره الكورتيزون ده عارف دواء زي الهيروين، عارف المورفين يعني مخدر. لا المورفين ده تديه لاي حد ينبسط بس يخليك تتعود عليه وتدمن. بيعمل يعني بيعمل دماغ ده. اما الهروين بيعمل ده يا خبر حد ما يعرفش المورفين ده ممكن من حقنه مورفين واحده الانسان يدمن. فالكورتيزون زيه. انا اخر حاجه في اي مرض ادي كورتيزون يعني مش مستحب. لا لا اديه مره آخر يعني استاذ حسام اديه مره، لكن انا كل شهرين ثلاثه تجيلي العيانه واقعد ادي كورتيزون مش صح. طب معلي الضغط بعد كده هجيب لها السكر خش في متاهات ثانيه. وبعدين احنا ما شخصناش، لازم نشخص ما ده اللي بنتكلم عليه. تمام ناخد الاستاذ نصر من المنيا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حبيبي. حضرتك ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل اتفضل يا استاذ نصر. دكتور معاك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بك يا حبيبي. اهلا وسهلا. حضرتك انا عايز استفسر عن حاجه كده يمكن خارج حكايه السكر خالص. ايه هنتكلم مثلا في الطقس؟ يعني ربنا ربنا يستر يا استاذ نصر. اتفضل يا استاذ نصر. حضرتك انا كنت ولا متجوز الولد مثلا هتاخد راينا في العروسه؟ لا نجيب الشربات. اتفضل. اتفضل يا استاذ نصر. كنت بجيب دم في البراز في الحمام. حبيبي. تمام. وبعد كده عملت منظار على القولون. نعم. المهم طلع في دوائر حمراء داخل القولون مستقيم وفي الهابط. وايه؟ المستقيم وفي الهابط بتاع القولون. ماشي. المستقيم والنازل. ايوه خلاص وصلت والله. قول اللي بعده. تمام. وخدت عينه من القرحه. خدت عينه من القولون. المهم عملت لها تحليل في معمل البرش. طلع نتيجه العينه التهابات بسيطه يصاحبها نشاط تجرح، او التهابات بسيطه صاحبها نشاط التهابي. طيب وانا دلوقتي ماشي على علاج ممارسليز اديني سنه بالظبط. طيب فهل المرض اللي عندي ده هيبقى مرض مزمن يبقى معايا طول العمر؟ سؤال ولا هل هيفهم؟ طيب اصل انت برضه حضرتك حتى العينه ما اداش تشخيص قاطع، يعني الكلام هو وصف الحاله قال لك التهاب وكلام بقى اي حاجه تنفع، يعني ده الكلام اللي هو قاله لك التحليل نتيجته اللي هو بتاع العينه يمشي على حوالي 12 مرض وكل مرض هل ده مناعي ولا لا مناعي؟ فلو كان مناعي الشغل في الام في المفاصل. انت عندك الام في المفاصل مثلا الصوابع الركب؟ في الم في المفاصل وفي تعبان في الاعصاب. لا مفاصل الظهر فيها عند كده القعده وانت بتقعد في الم؟ لا في الم من المفاصل في الركبه وفي الذراعين بس. سنه كام سنه؟ انا 27 سنه. سبعه وكام؟ 27. 27. وزنك طبيعي ولا زياده ولا ناقص؟ وزني 85 كيلو. طيب يعني انت والعلاج جاب نتيجه كويسه قوي السنه اللي فاتت دي صح؟ العلاج جاب نتيجه كويسه بس انا معايا عرض ان انا بنزل مخاط في الحمام، مخاط اثناء الفراش، في مخاط نازل كتير جدا. طيب اتفضل اقفل وانا هقول. طيب شكرا يا استاذ نصر. هو بص حضرتك العينه للاسف ما كانتش كونكلوزيف يعني ما كانتش قاطعه ما ادتنيش مرض، ولذلك الدكتور اداله حاجه ده امبريكا هو ياخد حاجه اسمها سلازو بايرين. سلازو بايرين حبتين قبل الاكل بساعه ثلاث مرات في اليوم، ويبعد عن منتجات الالبان كلها، وياخد لمده ثلاث ايام ورا بعض دواء اسمه فاسيجين اربع علب، العلبه اربع حبايات ياخدهم قبل النوم بشويه لبن
وان شاء الله ربنا هيكرمهم، بس السلازو بايرين هيمشي عليه 3 شهور وبعدين يكلمنا. تمام بامر الله ان شاء الله. دكتور محمد انا يعني في حاجه يعني لازم افصح بيها. فضل. انت مش بتدي روشتة للمريض بس، انت بتدي كمان يعني بتراعي الحاله الماديه والاجتماعيه والنفسيه. اصل في دواء نازل دي انا لمستها يعني ادويه السكر عندنا بس يا استاذ حسام دلوقتي في حقن نوع واحد من حقنه بتتاخد كل اسبوع تكلفك 2000 فما اكتر جنيه في الشهر، وهذا لا يعني انك انت هتوقف بقيه دواء السكر والضغط والكلام، لا هتكمل برضه. تمام. ولكن انا ما بحاولش اجيب سيرتها خالص، لا هي ولا امثالها اكيد، ولا الادويه اللي هي بتكلف 400 جنيه و500 جنيه والكلام ده خالص، احنا بنشتغل في الخمسينات في الميات بالكتير يعني. دكتور محمد تسمح لي ناخد فاصل؟ اتفضل يا فندم. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا مره ثانيه بعد الفاصل. احنا كنا بنتكلم في مريض اتصل قال الهيموجلوبين السكري او التراكمي 10. تمام. انا مسكت القلم وعملته كده. هو الاستاذ احمد مستنينا من قبل. ايوه خلاص، فانت كنت قلت لي استاذ احمد. السلام عليكم. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. على الانتظار. اتفضل يا استاذ احمد. ايوه يا فندم معايا؟ مع سيادتك يا فندم اتفضل. انا من الجيزه يا فندم. انا قريب من عندنا. يلا يا عم. اهلا وسهلا. عشان كده الصوت حلو ما شاء الله. دلوقتي يا دكتور ليا اخ، ليا اخ عنده 30 سنه بياكل بسرعه وبيعمل غازات كتيره، يعني بص عنده سرعه الاكل كتيره قوي. سنه كام سنه؟ 30. وزنه قد ايه؟ وزنه بتاع 92. طويل ولا قصير؟ لا طويل 160. يعني في 30 كيلو زياده او 20 كيلو زياده. طيب بص يا فندم، طول ما هو بياكل بسرعه كده يعني ما بيمضغش كويس، واذا عرف السبب بطل العجب. لازم ياكل على مهله بالراحه، انت تجيب له الاكل يبقى سخن قوي. انا تعبت معايا يا دكتور. ما انا هقول لك اهو، هساعدك اهو. الاكل يبقى سائع قوي، يعني الحاجات اللي هي تبقى بارده تطلع من الفريزر وتاكله هو كده، والسخن لازم ياخده سخن قوي، واخد بالك؟ اتنين، هياخد دواء اسمه كومبي زايم، حبايه وصل. كومبي زايم ده هواء، يعني دواء هاضم، لانه ما بيمضغش كويس، فالاكل ما بيتقطعش كويس جوه بقه، فينزل المعده واكل كميه كثيره مره واحده فيعمل الغازات الكتير دي. الكومبي زايم حبتين مع في وسط الاكل 3 مرات في اليوم، واتصل بنا تاني بعد 3 اسابيع ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. شكرا. ناخد الاتصال بعد استاذ احمد. استاذ محمد. أيوة. محمد من هنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ محمد. معانا يا دكتور من فتره جامده كده، من شيء جامده كده، بعد استعبان بالسكر عملت مرتين منظار. المره الاولى في شويه التهابات ورجع في المريض. المرة الثانية طب بقول لك ايه؟ وفيش السوم. استنى استاذ احمد. الاستاذ محمد من هنا. يا استاذ محمد يعني امي بتسلم عليك وبتقول لك شويه شويه. انا فهمت ان بطنه تعبانه وفيها تقلب. الف سلام عليك. بالراحه بقى عشان افهم. الله يخليك. انا عارف السيجار يا فندم من نادي. لا سن سيادتك كم سنه يا استاذ احمد؟ نعم. سن سيادتك كم سنه؟ 34. أنا أنت صغير يا أبو حميد. طيب. والله يعني من حوالي كنت من 10 سنين معدتي. ألف سلامة عليك. من 10 سنين أو أكثر. إيه اللي تعب سيادتك بقى تفضل؟ المعدة تعبانة بس مخالة، يعني أنا حوالي من 6 شهور لازم أرجع كل يوم. ترجع؟ ترجيع كل يوم باستمرار يومين. طب بالراحة بقى. الترجيع الصبح ولا الصبح ولا بالليل ولا في بعد وجبة الغداء ساعتين. بعد وجبة الغداء بساعتين. طيب الفطار ما فيش ترجيع ولا العشاء فيه ترجيع صح؟ الفطار الا الغداء مش بفطر. طيب العشاء ما فيش ترجيع؟ العشاء لا ما برجع، بلقى نفسي تحت باكل اي حاجه خفيفه كده، ما فيش ترجيع. جميل. الغداء انت من النوع اللي بيملى البطن كويس صح؟ بالظبط. طيب اي اكل بترجع ولا اكل معين؟ لو انا بجبر نفسي ان انا ارجع من الحرقه في ام المعده كده والارتجاع. ايوه طب خلاص. طب انا هتكلم
يعني انت حضرتك بعد ما بتاكل تلاقي في حرقان على فم المعده بعد ما بتاكل وبعدين ترجع ترتاح صح؟ بالظبط يا فندم. طيب خلاص اقفل ورحه كامله، الف سلامه. شكرا عليك. شكرا استاذ محمد. هو هي دي في نوع من النوعين من قرح المعده، في قرحه المعده نفسها وفي قرحه الاثنى عشر. قرحه الاثنى عشر المريض اما ياكل يخف يعني يبقى في الم، ولذلك قرحه الاثنى عشر يقوم في نص الليل بالالم لان المعده فضيت، ويفضل يعني ياكل كتير عشان الالم ما يجيش، وعشان كده المريض يبقى تخين. اما قرحه المعده اللي هي فم المعده بقى فهي بالعكس، اما ياكل يتعب ولذلك يقيأ بمزاجه او غيره. هناخد حاجه اسمها كنترولوك 40 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 15 يوم، وهناخد حاجه اسمها بريمبران 10 مللي جرام قبل الاكل بنص ساعه ثلاث مرات. بس لو الالم ده استمر مع القيء او البراز كان لونه اسود او بتخس او نفسك مسدوده لازم تعمل منظار، ولو ما خفش على العلاج ده بعد اسبوعين ثلاثه يبقى هنعمل منظار. الف سلامه. وما قبل المنظار المفروض نعمل اشعه تلفزيونيه على البطن لان هذه الاعراض تتشابه مع اعراض التهاب المراره. الف سلامه عليك. طيب حاجه نعمل لسه معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه نعمه. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا فندم. دكتور انا مريضه سكر عندي 52 سنه ما شاء الله، طولي 156 ووزني 85. ماشي. لسه محلله تحليل السكر صايم 129 وفاطر 135. جميل. طيب بتاخدي علاج للسكر ولا ما فيش سكر اساسا؟ لا باخد، انا ليا 4 سنين عندي السكر، باخد امريل 3 مللي. طيب سكرك الصايم كويس وبعد الاكل كويس، في ايه مشكله؟ المشكله ان انا باخد الامريل 3 مللي، اقلل الجرعه ولا خليني ماشيه عليه؟ لو وزنك بيزيد، بصي انت وزنك طبعا حاجه و80 قلت صح؟ وزنك 100 حاجه و50 وانت ذكيه ما شاء الله. وزني 85. الو. طيب انا وصلت النتيجة. طيب شكرا يا حاج. هي سؤالها ذكي جدا جدا، سكرها مظبوط الصايم وبعد الاكل بساعتين، بس هي لازم تمشي على الامريل زي ما هو ثلاث مرات، قصدي 3 مللي جرام الصبح. لو عاوزين نقلل الامريل وده افضل عشان ننزل وزنها 5-6 كيلو، يبقى هناخد امريل 2 مللي جرام قبل الفطار، وهناخد جلوكوفاش حبايه 1000 مللي جرام يعني 1 جرام، حبايه قبل الغدا وحبايه قبل العشاء، وكده هننزل وزنها 5 كيلو وده هيبقى افضل بالنسبه لها ان شاء الله. تمام. نقدر ناخد اتصال من نجع حماد؟ قوي قوي يا سلام. الاستاذ محمد من نجع حماد، السلام عليكم. بندبونا. اتفضل يا سيدي. اتفضل. اهلا وسهلا. شفت بقى؟ قطع. حاجة وكده؟ فصل. نرجع للهيموجلوبين اللي هو التراكمي، السكر التراكمي. السكر التراكمي كان الراجل بيتصل بيقول الصايم تقريبا 100 حاجة و20 وبعد الأكل 100 حاجة ومش عارف وإيه. 129 و135. إيه ما شاء الله. أنا صح النهارده. أنت عارف بقى المفروض دول الهيموجلوبين اللي هو التراكمي السكر التراكمي يبقى كام؟ يبقى 6.5 7. مظبوط. يا مظبوط. طب طلع طب هي ليه بتقول عندها سكر؟ مين؟ اللي لا ما اندر ما هي بتاخد علاج، ده الاخيره انت بتتكلم على الاخيره. الاخيره بتاخد بتاخد ما هي مظبوطه بالامريل. مظبوطه 3 مللي. هي لو وقفته انت بتقفل ليه الموضوع؟ خلصنا؟ والله يا قناه الصحه والجمال فيها سحر. الوقت تقريبا يعني تقريبا الساعه طيب. الساعه ب 15 طب هسألك انا الساعه لا الساعه في القناه دي ب 15 دقيقه، ما اعرفش وقتها بيروح فين. طب بعد اذنك انت جاي في عمل ولا حاجه؟ احنا دلوقتي بص يا حسام اتفضل يا دكتور قول لي ليه انت دلوقتي سمعت كلام كتير. ليه السكر التراكمي هنا 10 والمفروض يكون 7 مع او 6.5؟ عشان مش ظابط مع الصيام والفاطر. لا هو ممكن يكون يوم الصايم والفطر ده عمل مجهود او ما اكلش قبلها 3 ايام ظبط الوجبات. أيوة. فطلع يعني الفتره دي مظبوط، لكن هو بقيت الثلاث شهور كان بايظ. واحد او ان هو الهيموجلوبين السكري كان غلط، وفي او ان السكر بيعلى في اوقات ثانيه احنا ما جابهاش. ده موضوع نكمل فيه كتير. طيب نقفل نقفل احنا حضرتك برضو اخر حاجه عديد. احنا مش بنعمل البرنامج ده تسويقي ولا عشان عميل. الناس يجوا يكشفوا عندي ولا بالعكس. اي حد في كتير جدا يا استاذ حسام عاوزين يجوا يحجزوا ويكشفوا، انا بقول لهم كلهم الاول يحاولوا يتصلوا بينا وياخدوا علاج على الهوا مره واتنين
لان بعد كده هيكون الامور يعني مش عايز يبان ان انا بسوق لنفسي وبسرقط عيانين لنفسي. الموضوع ده مش في دماغي خالص ورفضه، ويمكن حتى تعتبر ان انا بظلم نفسي، لكن افضل ما بان ان انا بسوق. الدكتور ما بيكون بيسوق يبقى شكله الحقيقه على الشاشه يعني، ده اللي احنا اتعلمناه منك. وخلي بالك هو بيكون بيسوق بطريقه غير مباشره، بس يبقى باين قوي انه بيسوق. دكتور محمد في نهايه الحلقه بشكرك. العفو يا فندم. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغده الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله. ينزل الاعلام بلاش يختم يلا يا سيدي.